وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد ياسر عبد العزيز الكاتب الصحفي أن عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مرتبط بالنظام الانتخابي. الحوار الوطني هو حالة يعني مجتمعية وسياسية مطلوبة وملحة، وهو أيضا يعكس ضرورة سياسية معينة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد. وأيضا أتصور أنه اقتراب سياسي ذكي جدا، لأنه هيؤدي إلى أن يجمع كل أطراف العمل السياسي والاجتماعي والثقافي في مصر على مائدة واحدة. وكما رأيت فإنه الأسقف عالية، وبالتالي من الممكن جدا أن نخرج بمجموعة من الأفكار ومن مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير سياسي حقيقي. لكن كل هذا الأمر طبعا يتوقف على أن مخرجات هذا الحوار والجد منها والضروري والذي يمكن أن فعلا يصب في تعزيز المصلحة العامة يمكن أن يلقى قبولا وتفعيلا من خلال القيادة السياسية. وهذا الأمر أعلنته القيادة السياسية وتعهدت بالالتزام به، وبالتالي فما زال التفاؤل موجودا.